أهلا بكم. بدون مقدمات، أغلى ما عند الإنسان هما وليداته، وفي الآونة الأخيرة ولينا كنلاحظوا حالات كثيرة ديال الاعتداء على الأطفال. ماشي لأن هذه شحال ما كانوش الاعتداءات على الوليدات، ربما كانوا كثر، ولكن اللي ما كانش في ذلك الوقت هما وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك ويوتيوب وانترنت. ملي كيشيع شي خبر ديال الاعتداء على شي طفل، الكل يندد وكل كيتقلق، ومن بعد الكل كينسى والكل كيرجع لحياته العادية، بحال إلا هاد المشاكل كتوقع غير للآخر. إلا تقدر توقع ليك حتى أنت. داكشي علاش جا هاد الفيديو. أجي نعرفو شنو كاين. لازم نعرفو أن الطفل اللي ما علمتيه والو وطلقتيه في الشارع كيكون فريسة سهلة. لازم نعرفو أن طفل واحد من أصل 5 ديال الأطفال يقدر يتعرض للتحرش، اللمس أو الاعتداء الجنسي. لازم نعرفو أن من 70 إلى 85% من الحالات ديال الاعتداء الجنسي اللي كيتعرضوا ليها الوليدات كيكون المعتدي شخص كتعرفو الضحية وكتثيق فيه. إذن أشنو المعمول؟ أجيو معايا. أولا نحيدوا الطابوهات في علاقتنا مع أطفالنا ونشجعوهم على النقاش. ثانيا نخلقوا جو من الثقة المتبادلة وتواصل مستمر. ثالثا رغم صغر السن ديال الطفل راه قادر يفهم التعليمات. رابعا نعلم وليداتنا انه من اجل السلامة ديالو ما يمشي حتى لشي بلاصة مع اي كان الا بالاذن ديال الوالدين ديالو. خامسا نعلم ولادنا أن مول الحانوت ماشي عمي، وأن الجارة ماشي خالته، وأن ولد الجيران ماشي خوه. لأنك ملي كتسخر ولدك صغير لعند شي حد وكتقول ليه سير جيب السخرة من عند عمك فلان، كيقدر يولي يثق فيه بحال إلا هو عمو حقيقي. سادسا نكون دائما عارفين ولادنا فين هما. وإلا كان ولدك غادي لشي بلاصة بحال المدرسة مثلا والظروف معينة، قاهرة، كيمشي بوحدو، خاص تكون طريقه معروفة ومتفق عليها مع الوالدين وما يغيرهاش إلا بإعادة الاتفاق مع الوالدين. سابعا نعلم وليداتنا أن المتربص يقدر يعطيه حلوة أو لعبة أو حيوان أليف كالقطة أو الكلاب الصغيرة ويقول له يلا معايا. خصنا رغم هذه الإغراءات نعلم وليداتنا يقولوا لا لا. ثامنا نعلم وليداتنا من بعد ما يقولوا لا للمتربص، إلى دعت الضرورة يغوتوا بأعلى صوت بحال هكذا. بحال هكذا، ما يحشموش وما يخافوش باش ما يقدرش ياخذوا بالقوة. وحتى إلى دعت الضرورة يعضوا من ديك اليد اللي كيقبطوا منها. تاسعا نعلم وليداتنا ما يخليوا حتى واحد يقيسهم في المناطق الحساسة ديالهم، ولو وقعت شي نهار يجيو مباشرة عن الوالدين ديالهم ويحكيوا ليهم على الواقعة. عاشرا نعلم وليداتنا ما يقبلوا حتى شي هدية من عند اي كان وكيف ما بغى يكون نوعها، ويجيو يحكيوا لوالديهم اشنو وقع كيفاش ومع من وامتى. كنتمناو السلامة لجميع الوليدات، ولكن دائما انتم كأباء ردوا البال. دمتم بأحسن حال، وإلى اللقاء.